سجلت عشرات الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي بين السوريين في تركيا وفي مدن الداخل السوري، ولا سيما القريبة من الساحل، إذ سجلت في مصياف نحو 140 إصابة وفقا لتقارير إعلامية، في حين حذرت مدن أخرى من تفشي الالتهاب بسبب عدم وجود بنى تحتية طبية تعالج المصابين. لا يبدو أن حكاية الأوبئة في سوريا ستنتهي عند فصلي الكورونا والكوليرا، إذ سجل انتشار لوباء التهاب الكبد الفيروسي في عدة مناطق. فما جديد هذا الفصل الوبائي؟ بحسب ما نشرته إذاعة شام اف ام الموالية، فقد سجل نحو 140 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قرية البياضية التابعة لمنطقة مصياف، وذلك منذ بداية العام الدراسي، حيث انتشرت بشكل كبير في المدارس نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وذلك حسب ما نقله أهالي المنطقة للإذاعة. ليست البياضية وحسب التي انتشر فيها المرض، إذ أكد مدير المنطقة الصحية بمصياف الدكتور معد شوباصي للإذاعة أنه خلال الأيام العشرة الماضية فقط سجل نحو 50 إصابة بالالتهاب في قرى متفرقة من مدينة مصياف نتيجة شرب مياه ملوثة من الآبار بسبب شح المياه في تلك القرى، مشيرا إلى أنه أجريت تحاليل لعينات مياه من الآبار وتبين أنها غير صالحة للشرب. لا تأتي الأخبار المتعلقة بإصابة سوريين بالتهاب الكبد الفيروسي من مناطق النظام فقط، بل أيضا هناك قصة أخرى قديمة من تركيا، إذ كشف تقرير جديد أعدته مجلة الطب والرعاية التلطيفية رصد حالات الإصابة بين عامي 2013 و2018 أن نسبة كبيرة من الإصابات المسجلة في البلاد كانت بين أطفال سوريين. يرجع التقرير السبب إلى أن تركيا أدخلت في العام 2012 لقاح التهاب الكبد في برنامج التطعيم الوطني، تزامن ذلك مع قدوم دفعات كبيرة من اللاجئين السوريين معظمهم لم يتلقوا التطعيم، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من الإصابات بالمرض بين الأطفال في مشفى جنكيز غوكشين بغاز عنتاب وحده كانت بين أطفال سوريين. وينضم إلينا وائل عادل مراسلنا من غاز عنتاب، ونرحب أيضا بضيفنا دكتور علي نديم الحاج طبيب عام من غازي عنتاب. أرحب بكم وأبدأ معك وائل، ما هو حجم انتشار التهاب الكبد الوبائي بين السوريين في تركيا؟ هل من أحصاءات لديك؟ نعم أصلاً مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني حتى الآن في البحث، يعني سواء في الصحافة أو في المعلومات الرسمية، لا توجد أحصاءات رسمية سوى هذه الدراسة التي أعدت حول مشفى واحد في غازي عنتاب، والذي ذكر بأنه منذ عام 2013 إلى 2018 هناك 1063 إصابة، 50% منهم سوريون. يعني هذه الإحصائية الوحيدة التي أعدت أو التي ظهرت خلال بحثنا في المواقع أو في الصحف، لم يذكر الموضوع كثيرا أو لم يذكر حتى على الإطلاق خلال البحث، وإنما هذه الدراسة الأخيرة التي ظهرت يبدو بأنه في نسبة، هناك نسبة كبيرة من السوريين خاصة الأطفال المصابين بفيروس الكبد الوبائي، خاصة الذين قدموا من سوريا. تعلم أصلا هناك الذين يأتون سواء في العوام الأخيرة أو سابقا من سوريا، يعني لا يوجد، ربما لم يتلقوا اللقاح، خاصة من يتواجد في مناطق النزاع أو المناطق الساخنة، هؤلاء ربما لم يتلقى أطفالهم اللقاح الذي من المفترض أن يتلقوه، ثم عليهم الحصول ربما على كارت لهذا اللقاح لمعرفة المواعيد وما هي اللقاحات التي تلقاها الطفل عند وصوله إلى تركيا. هذا الكارت لم يعترف به سابقا، وربما يحتاج إلى كارت جديد ومعلومات توثيقية جديدة. هناك أيضا نوع من الإهمال لهذا موضوع اللقاح. بالإضافة إلى ذلك أيضا ذكر التقرير الذي أعد بأن أو الدراسة التي أعدت بأن موضوع سكن السوريين في مناطق مكتظة، يعني الإهمال في ظروف غير صحية هناك في عديد من المدن في تركيا أو حتى بالأخص في غازي عنتاب، هو واحد من الأسباب، أسباب هذه الإصابات أصلا. طيب في أي المناطق تركزت الإصابات، وهل من تدخل حكومي للعلاج؟
أصلاً يعني الدراسة لم تذكر المناطق، الدراسة حددت منطقة غازي عنتاب، ولكن يبدو بأن الإصابات تتركز في المناطق التي تكتظ بالسكان السوريين، في المناطق الشعبية خاصة، والتي يوجد فيها ويقطن فيها السوريون في بيوت يعني غير فيها شروط غير صحية، خاصة مثلا إذا على سبيل المثال غازي عنتاب، كلس، الريحانية، أنطاكيا، مرسين، هذه المناطق أيضا في الصعود، يعني في هذه المناطق ربما تتركز هذه الإصابات في تركيا، يعني خاصة المناطق التي يقطن فيها السوريون بكثافة والمناطق الشعبية وسواد الناس، يعني معظم الناس أو السوريون يقطنون في مثل هذه المناطق، ربما لذلك هذه واحدة من الأسباب التي دفعت لانتشار هذه الإصابات بين السوريين. طيب في سوريا هل لديك أي معلومات بشأن المناطق التي انتشر فيها مرض الكوليرا بشكل كبير حتى الآن والأسباب التي أدت لذلك؟ أيضا أصلا إذا تحدثنا عن الشمال السوري، ربما المناطق التي ذكرت بأنها بحسب الأطباء في المناطق هي جرابلس والباب، المناطق المكتظة بالسكان هي الأكثر إصابة في الشمال. المناطق الساحلية في المناطق تحت الواقعة تحت سيطرة النظام كمصياف وغيرها هي أكثر المناطق التي يعني انتشرت فيها مثل هذه الإصابات أصلا. نعم، أشكرك كثيرا وائل عادل مراسلنا من غازي عنتاب. أرحب بك مجددا دكتور علي نديم الحاج، الطبيب العام من غازي عنتاب. دكتور علي، في البداية ما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي لو تضعنا بشكل عام بمسببات هذا الفيروس، خصوصا بمناطق مثل تركيا يعني بين السوريين، وهذه المناطق فيها خدمات جيدة، مرافق صحية يعني. تحياتي لك أخي أصلان ولجميع الضيوف الكرام ولجميع مشاهدين قناة سوريا. بداية اسمح لي أخي الكريم أن أعطي نبذة بسيطة عن هذا العضو الذي خلقه الله جل وعلا وهو من أهم أعضاء الجسم. أولا، يعد الكبد ثاني أكبر عضو في الجسم بعد الجلد، وهو يقع في المراق الأيمن من البطن، وتحته المرارة التي تحتوي الصفراوية التي تكون مسؤولة عن هضم الدسم. أضف إلى ذلك أنه يعد من أهم الأعضاء في الجسم لأنه يعتبر معمل مهم جدا لإنتاج الكثير من المواد والبروتينات والأنزيمات المهمة في الجسم، كما أن له دور مهم في التصفية الدموية. أخي الكريم، سألت حضرتك عن الأسباب التي أدت أو تؤدي إلى الإصابة في التهاب الكبد. بداية هناك أربع أو أكثر من أربع أنواع من التهاب الكبد. هناك التهاب الكبد ألف وب وج ودي. بالطبع التهاب الكبد ألف هو الالتهاب لا يمكن أن نسميه الأضعف أو الأخف، ولكنه التهاب نسبة الإصابة فيه مرتفعة ونسبة الشفاء فيه أيضا لا تحتاج إلى علاج معقد أو إلى أدوية، فالجسم قادر على السيطرة على هذا النوع من الالتهاب. الخطورة تكمن في التهاب الكبد ب وج ودي وغيره. طرق الإصابة، أولا ملامسة براز لمصاب بفيروس ألف. اثنين، تناول أطعمة أو شرب مياه تغذية قائمة على مياه ملوثة بفيروس ب. ثلاثة، نقل الدم من شخص إلى شخص ويكون مصاب بالتهاب فيروسي من النمط ب. أربعة، علاقة جنسية تكون في شخص يحمل لفيروس ب وجي. أخيرا، استعمال حقن مستعملة أو ملوثة بنوع من أنواع الفيروسات ب وجي ودي. هناك عوامل تزيد في الإصابة، أهمها التناول مفرط للكحول. اثنين، تناول الأدوية التي يكون تصفيتها كبدية، وهنا أود التركيز على الباراستامول، فالباراستامول هو علاج بسيط أو متناول في يد الجميع، ولكن يكون علاج خطر
لمريض مصاب بالتهاب الكبد، لأن تصفية الباراستامول عن طريق الكبد. أضف إلى ذلك المريض الذي يعاني من مرض فيروسي اسمه الهيربس زوستر أو الهيربس، أي مرض جرثومي قد يؤدي إلى إصابة الكبد. هذه ملخص بسيط عن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي. طيب ما إمكانية ضبط العدوى بين الناس في سوريا؟ طبعا ضبط العدوى بداية أنا دائما أركز على الوقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج. أركز دائما على موضوع الوقاية. يجب علينا أن لا ننتظر الإصابة أن تكون موجودة أو الوباء ينتشر ثم بعد ذلك نبحث عن حلول. بداية يجب أن ننمي ثقافة أو الثقافة العامة الطبية والشخصية، يعني ثقافة النظافة أو ثقافة الاهتمام بالنظافة بداية أولا. ثانيا الاهتمام بنظافة المياه، المياه دور أو المياه الملوثة دور جدا كبير في الإصابة بالتهاب الكبد بعموم أنواع. اثنين يجب عزل المريض المصاب، يعني وخاصة المصاب بالألف رغم بساطته ولكنه بسبب انتشاره فيجب عزل المريض. أربعة يجب إجراء فحوصات دموية أثناء نقل الدم، عندما يكون هناك نقل دم من شخص إلى آخر يجب إجراء فحوصات لهذا المريض. إجراء تحاليل الزواج للحد من انتشار هذا الفيروس، لأنك عندما تقوم في تحليل تكون على دراية إذا كان هذا الشخص مصاب سابقا بالتهاب فيروسي من النمط دي وبي وجي. طيب هل البنية الطبية التحتية قادرة على استيعاب الإصابات في سوريا وفي الشمال السوري تحديدا برأيك؟ هلأ لنكون واقعيين، بالنسبة لالتهاب الفيروس فهذا هناك قدرة على استيعابه لأنه لا يحتاج إلى أدوية أو علاجات معقدة أو مكلفة. أما باقي الأنواع البي والجي ودي فهي تحتاج حقيقة إلى دول، لأن هذا العلاج أو علاج هذه الأنواع أو هذه الأنماط من الالتهابات الفيروسية أدوية العلاج فيها مكلف جدا، فهذا يحتاج إلى دول، إلى دعم دولي يكون قادر على تأمين هذا العلاج، كما أنه يحتاج إلى إجراء فحوصات دورية استقصائية لهذا النوع من الفيروسات. لذلك فعلا يحتاج أو نعاني في الشمال السوري من عدم القدرة في السيطرة على أوبئة كهذه بسبب ضعف الإمكانيات. أشكرك كثيرا الدكتور علي نديم الحاج، طبيب عام من غازي عند. أهلا وسهلا إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة لم الشمل لهذا اليوم، دمتم بخير، إلى اللقاء.